باش يكون عندنا موعد مع خويا ليبر. شكون يقول خويا ليبر؟ وقت واحد يطلع في تاكسي، التاكسيست نتاعنا اسمه قيس، وقيس يحكي مع الناس اللي يطلعوا معه في التاكسي على المواضيع اللي تمو. هاو تفرجوا. ليش من يدخل؟ لا كبرين ما توك يعمل احتجاجات زوما وكل مشكلة البطالة باش تحل. راهي القراية اللي قريتها ماكش تقرا تخدم بها، باش تحل لك الطاسة وتتعلم وتعرف كيفاش تكبت وتعرف كيفاش تخدم. ثقافة ليك يا خويا. من حق القصير، القصير دخلوا فيهم برشا ماكش شاف خبايط يخدم برشا بروح. نقول انا قد ما سكنت في بلادي ما نعرفهمش عاونيني حتى باش كان نعرف. يجي هو يزيد يشعل روح يحرق روح، يقول لك هاي تعرفش كيفاه ما كومش باش تلبيو للمطلب نتاعي، ها باش نحرق روحي. ما يحكيو وما يتكلموا الا ما دخل الدنيا السياح. عبيت رجل اعمال وقفني مخي يحكي على المليار، على المليار ده. مليار بليار يحكي على المليارات. تقول يحكي لي على 800 دينار. الوحيد قالك حب الصيد رئيس الحكومه، يقولوا لا يا خويا الشفافيه إيه؟ تعمل التسيير ومن اين لك هذا؟ يا اخي شافك في يدي مش من السلاح ومش من المخدرات. ايش يهمكم في من نجيب فيه هذا؟ ايش يهمكم فيه؟ ما عادش حتى حد يحب يستثمر فيها تونس. شكون يحب يستثمر فيها؟ ما يتشجع حد، ما يتشجع حد. في بالك الزيتون الى حد الان في بوزيد وفي في صفاقس في المهديه ما تنحاش. اشطر الصبا باش تفسد وما تنحتش. ما لقاوش دعاوى النهار المزبر 30 دينار. تصور انت كي تخدم جمعه غلاش طيب تطيح 30 60 120 150 دينار في 5 ايام. عشان انا نحاول نركب الفيو خاطر اقتصادي تضرر بتاع البلاد كي تقعد تكوفر فيه هذايا فهمتني؟ والناس ما عادش تخدم فما قطاعات تخدم بالليل. والله انا نقرا من 5:30 7:30 البارح 7:30 ما لقيت حدا تعب. ما تلقاش احتجاجات في الليل وما تلقاش برشا حاجات. لا فاش يفرق سو صاحبي، كان فاش يفرق برك حاجات. عندك عمال النظافة والأمنيين مسوس يلزم شهرتهم تولي مينيموم مينيموم 800 دينار مينيموم. ما يجيش والله يستغلوا في الوضع فيهم. معناها يزيدونا في الشهر ما كاش ما ندفعوش على البلاد ودخل الدنيا تونس بعد الثورة. نحن نطالبوا بحقوقنا وحريات وهذاكش ربحنا. أما ريت باش تطالب بهم مش باش تطالب بهم، باش تكرسهم من الحقوق والحريات. لازم يكون عندك أمن، راه ما فماش أمن لا فما لا حقوق لا حريات. لا ما نعرفوش ما سمح، ما دامو صغير سمح. خذتها صغير وما وتحطه في حاجه ما يفهمهاش. ما بدي يسب فيهم طفي بوبريك، يا بدي يسب لهم في راسهم تاعهم. ايه جولي غيث. هو هذيك حاجه من الحوايج الخايفه انه معناها الناس كلها وقت تطاول على الناس كلها. هذيك طلعت كف للصحفي.